تشارك الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في أسبوع الإمارات للابتكار بالعديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات، من بينها تبنيها عدداً من المبادرات، فضلاً عن إطلاق مسابقات مجتمعية لاستقطاب أفكار ابتكارية من المجتمع بمختلف شرائحه خصوصاً قطاع الشباب، إلى جانب إقامة ورش بهذا الخصوص وكذلك توقيع اتفاقات مع عدد من الشركاء لتعزيز الابتكار. وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اليوم عن منصة ذكية متكاملة تماشياً مع استراتيجية الابتكار، تمكن المنصة الهيئة والجهات المعنية من طرح كافة التحديات الاستراتيجية من خلال منظومة متكاملة تتوافق مع الإطار الحكومي للابتكار، وتمكن الشباب من المشاركة بأفكارهم وابتكاراتهم لمعالجة التحديات وتطوير حلول نوعية لها بما يتوافق مع واقع احتياجات الشباب وطموحاتهم. وستقوم الهيئة وبشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد وتحديث التحديات، وسيتم الإعلان عنها تباعاً وفق الآلية والنظم المعتمدة لمنصة الشباب.